أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. معكم أنا أبو تولين لتقديم برنامج هروج في مثل هذا الأسبوع. هذا البرنامج معد لإحياء ذكريات أبرز أحداث ومحطات عالم المصارعة الحرة التي حدثت في مثل هذا الأسبوع، وأيضا الاحتفال بأعياد ميلاد الأساطير والنجوم في هذا الأسبوع. فبسم الله نبدأ. في مثل هذا الأسبوع قبل 25 سنة، بريت هارت يحقق لقب WWE للمرة الأولى في مسيرته بعد أن أخضع الأسطورة ريك فلير. في مثل هذا الأسبوع قبل 5 سنوات، تواجه جون سينا وسي أم بانك في مهرجان نايت أوف تشامبيونز وقدموا مباراة رائعة ضمن عداوتهم الكبيرة. انتهت المباراة بفوز سي أم بانك واحتفاظه باللقب. أما بخصوص حدث الأسبوع لهذه الحلقة، قبل 6 سنوات وفي عرض سماك داون أقيمت أضخم مباراة باتل رويال في التاريخ، وشارك بها 41 مصارع. الفائز يحصل على فرصة على اللقب، وشارك بالمباراة الكثير من الأسماء الكبيرة أبرزهم راندي أورتن، سي أم بانك، دانيال براين، وبطل الـ WWE الحالي جندر ماهال، وكذلك ويليام ريغال ومارك هنري وغيرهم من المصارعين. وانتهت المباراة بفوز راندي أورتن بعد إقصائه لذا ميز. أما بخصوص أيام الميلاد، ففي هذا الأسبوع أكمل النجم الكبير راكيشي والد النجمين الأوسوس عامه 52، وأيضا أكملت الفاتنة ستيسي كيبلر عامها 38، وأخيرا أكمل المذيع الكبير توني تشيرمل عامه 50. وفي الختام نشكر لكم حسن متابعتكم ودمتم بود.